مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان مساء الخير وأهلا بحضراتكم لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة وخلونا نبدأ بدعوة دعوة من القلب لدى كل مصري بأن تكون الأمور أفضل في مصر وعلى مصر والمصريين في الفترة اللي جاية إن شاء الله وفي مقدمة هذه المجالات اللي بنتمنى الأمور تكون فيها أفضل طبعا مجال الرياضة ومجال كرة القدم النادي الأهلي دائما أبدا مواقفه لا تتغير وسعيه إلى لغة راقية ومتحضرة وحوار متحضر وراقي بين كل قيادات منظومة الرياضة ومنظومة كرة القدم في مصر ده مبدأ لا يحيد عنه أبدا النادي الأهلي والمسؤولون في النادي الأهلي وأن المنافسة الرياضية في الملعب والمنافسة الشريفة القوية وطموحات كل الأندية والتنافس على تحقيق أي لقب أو بطولة لا يعد عداء على الإطلاق ولا يتناقض مع فكرة العلاقات والود والاحترام المتبادل الذي يجب أن يكون سائدا في هذه المنظومة مصر في هذه الفترة وهذا العام بتتولى قيادة ورئاسة الاتحاد الأفريقي ومصر أيضا في هذا العام إن شاء الله قريبا بتستضيف وتنظم نهائيات كأس الأمم الأفريقية الكل يجب أن يدرك مسؤولياته وأدواره وأن جزء من الكل من هذا الكيان الكبير مصر لكل الكيانات والانتماءات الرياضية في مصر وفي مقدمتها الانتماء للنادي الأهلي المصري بتدخل في إطار هذا الكيان الأكبر والانتماء الأكبر لمصر وأن نجاح أي حدث مصري نجاح لكل الأطراف المعنية بالرياضة وكرة القدم في الفترة الجاية إن شاء الله نتمنى أن الأمور تتغير والكل يراجع مواقفه وأن تكون الأمور بعيدة جدا عن فكرة العداء أو الشد أو الجذب أو التوتر اللي بيسبب طبعا أو بينتقل بالتالي إلى الجماهير ودي الحاجة اللي احنا عايزين نبتعد عنها تماما فكرة التعصب أو التطرف في أي فكرة حتى لو كان التعصب والتطرف الرياضي